بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالنا لهذا اليوم: هل يجوز للمرأة الناعية التي تنعى الإمام الحسين عليه السلام في مجلس عزاء النساء أن ترفع صوتها أو تستعمل مكبر الصوت بالنحو الذي يصل صوتها إلى الرجال أو لا يجوز؟ الجواب أن صوت المرأة ليس عورة، لا يحرم في أصل المسألة أن يسمع الرجل صوت امرأة، لكن هناك حكمان: حكم للمرأة وحكم للرجل. الرجل نقول له يجوز لك أن تسمع صوت المرأة إذا لم يؤدي إلى حركة الشهوة والفساد، والمرأة نقول لها يجوز لك أن تسمعي صوتك إذا كان لا يستلزم الفساد وحركة الشهوة ولم يكن بنحو فيه خضوع وترقيق للصوت بالنحو المثير عادة. هذا الحكم عام في كل موضع. في خصوص ما نحن فيه، قد تكون المرأة تلحن وقد ترقق صوتها، فإذا كان كذلك لا يجوز لها أن تسمع صوتها الرجل الأجنبي. إذا خلا من ذلك لا يحرم، وإن كنا لا نؤيد ذلك، لأن الإسلام يريد للمرأة مزيد تعفف لا سيما في الأمور العبادية كالشعائر الحسينية.